سلام القدسي لكم وعليكم أحبائي وأعزائي، وصباحكم بأنوار الانتصارات وعظمة هذه المقاومة وإنجازاتها التي تفقأ عين العدو وتثلج قلب المحب والصديق. طبعا نحن بعد اليومين اللي مرقوا ما عاد بحاجة نناقش حدا، يعني بعد حدا يسترجي يسألكم أين إيران؟ بعد حدا يسترجي انكم خلص حزب الله وانتهى وانمسحت المقاومه عن الوجود، وين هالمقاومه وشو بقي من هالمقاومه؟ طيب نحن الان لحتى نحكي هلا بس هول منشان تصفيه الحساب على السريع مع البراغيث. ايران هاي ايران، والمقاومه هاي المقاومه. خلال 48 ساعه، 48 ساعه معارك مستمره لم تتوقف لم تبدأ، من خراج المطلي يعني من أطراف سهل الخيام إلى كفركلة إلى عديسي وصولا إلى مارون الراس إلى يارون، يعني عم نحكي مش أقل من 20 ل 25 كيلومتر، 30 كيلومتر عمق، كيلو كيلو يعني مش أكثر، كيلومتر بالأرض اللبنانية، كيلومتر بالأراضي الفلسطينية المحتلة مدى النيران عم بحكي. يعني المقاومة أطلقت خلال 48 ساعة 200 صاروخ داخل هالحزام الواحد كيلومتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعني ضار ب 400 صاروخ مثلا باليومين ب 48 ساعة، في منهم 100 بس على هالمسافة، على التجمعات برمايات دقيقة محكمة بإصابات باستهدافات لتجمعات الآليات لتجمعات الجنود، يعني شيء ما بعرف العدد الحقيقة، لأنه لامبارح عم نحكي ظهرا تقريبا كنا عم نحكي عن 100 إصابة بين قتيل وجريح في جيش الاحتلال، والمقاومة الحمد لله ما كان عندها إصابات، يعني ما عندها شهداء ولا عندها جرحى، يمكن بعتقد امبارح بالليل عندها شهيد وجريحين، فيما عدا ذلك كل الخسائر وكل الإصابات بجيش الاحتلال. ليلا لحد الليل كان صار عدد الدبابات 5 مركافة وبعتقد شاحنة وناقلة جند، بالإضافة عم نحكي على يعني جبهة الصباح التي أسفرت عنها معركتي العديسي ومارون 100 إصابة. هلا العدو اعترف، اصلا بلش يعترف بالتقسيط هو امبارح، انه اول شيء قتيل، بعدين الهيئه لا اكثر، بعدين انه 3 قتلى، بعدين 7 8 بيناتهم 3 ضباط، بالاول قال بيناتهم 5 ضباط، 3 برتبه رائد و2 برتبه نقيب، رجع صلح قال لا بس 3 ضباط، 7 جرحى، امبارح قال لا 35 جريح. التحديث اللي طالع من مستشفى صفد بيقول 57 جريح امبارح 10 صباحا، يعني وهن مستشفيين، مستشفى رمبان بحيفا ومستشفى صفد، بالاضافه طبعا للاصابات الاشد حرجا التي نقلت يعني الى المستشفى العسكري اللي بعتقد لي على اطراف تل ابيب. لكن لو اكتفينا بهالمستشفيين بس، يعني 57 على صفر و57 على هيدا او 100 او 60، او عم نحكي فوق ال 100 اصابه قطعا قطعا قطعا، انتم ضميركم مرتاح، يعني 100 اصابه وجبه الصباح، واكتملت طيله النهار اشتباكات، طيله الليل معارك مش اشتباكات، ومعارك بصراحه توازن النار فيها يعني 70 30، 70 من عندنا 30 من عندهم، يعني اذا عم نحكي عن النار الناعمه. هلا بيضربوا بقصف اعمق، ايه ايدهم اتقل بالقصف لكن عشوائي، الشباب ما في يعني القذيفه تنزل بنص التجمع والا ما بيطلقوها اصلا، يعني خصوصا الكورنت لاحقوا فيه افراد، نعم انه في واحد بين معهم على المناظير الليليه عم يتنقل من محل لمحل سلخوه كورنت صحيح. فنحن قدام وضعيه اذا الاحتلال الآن بعد كل هالهمروجي، بعد فورة البيبسي هاي اللي عملها، يعني انه هو القبضاي وهو سيد الساحة وبده يغير المنطقة ويعيد رسمها استراتيجيا، وعمل نداء للشعب الإيراني بده يغير إيران من الداخل، وقال ضربة الحديدة هي رسالة إلى إيران،
ولبنان خلص انتهى، لبنان صار تفصيل، باعت القوات تفوت اللي حاشدهم اصلا 6 فرق، هو بحرب تموز حشد 4 فرق لنتذكر بس، يعني هو يعملهم ب 82، يعني بحسابه اذا بدنا ناخذ العقل الباطن العقل الخلفي اللي عم بحرك هالتفكير، جاب كل جيشه 70,000 جندي ما بتحشدهم على حدود لبنان الا اذا ناوي توصل على بيروت، 6 ألوية النخبة اللي حاططهم على خط التماس هولي على أساس الحسابات بساعتين بيكون ماخذ المنطقة الممتدة من الخردلة إلى طير حرفة مجدل زوين، وخلص فتحت أمامه الطرقات السريعة وبتدحل دباباته، هيك كان عامل حسابه، وساعتها بتفوت الفرق الخلفية دبابات والآليات هذا ما له حشد عمليات تكتيكية وعملية محدودة، وهذا كذب وضحك علينا الأمريكان والإسرائيليين، هيك بتقاسموا الأدوار. رجعوا تذكروا برفح شو قال أصلا الأمريكي يبيعنا إياها، إنه ما في معركة رفح، رفح ما بصير، رفح فيها مدنيين، رفح مدري شو شوي، والله إذا اطلعنا على خطة تضمن يعني أمن المدنيين وهذا ممكن شوي، اطلعنا على الخطة وهي جيدة ومناسبة وهذا شوي، والعملية محدودة، بدأت العملية وقتل المدنيون وانتهت العملية وما في ولا حدا هون، وبالتالي هاي الزعبرات المحدودة والغير محدودة طلعوا من القوات، بتعرفوا حجم العملية، 6 فرق مع 6 ألوية على الخط الأمامي بيناتهم لواء مدرعات وثلاث ألوية نخبة، يعني عمين عم تضحكوا، يعني هاي أم المعارك. طيب هاي أم المعارك علي وما حدا سمع لي، هاي المقاومة متعلقة بروح سيدها، وكل ما عم يتحركوا الشباب وهن عم يسألوه شايفنا يا سيد، راضي علينا يا سيد، هذا هو الوضع الآن على الجبهة الأمامية. وبالتالي شو بده يعمل هلأ، هلأ بنجي لشو بده يعمل بالموضوع الإيراني. طيب إيران، إنه وين إيران، وإيران مرجوعة، وإيران خيفاني، وإيران ما فيها لا الحمل، وخايفة من ضربات إسرائيلية، وأمريكا مهددتها. طيب شوي رواية تانية، إيران بايعة، إيران متفقة، إيران قبضت حقها، إيران وعدوها، إيران طالبة بدها تفاوض إلى آخره. طيب هو اللي بلا أخلاق وبلا ذوق وبلا احترام لأنفسهم، المفروض لما صار الرد الإيراني والإسرائيلي هالقد موجوع والأمريكي هالقد قلقان، إنه يقولوا يا أخي والله كنا مغلطين، صدقنا شو ما تكونوا تعملوا، نحن من قلبنا على فلسطين وموجوعين ومحروقين، صدقنا انه مضبوط ايران باعت او ايران مردوعه، لا يا اخي نعتذر، ايران عملت واجباتها ويعطيها الف عافيه، ولا شيء، بلعوا لساناتهم، هذا دليل انه هن يعني انذال، موضوع مش موضوع طريقه تفكير، الموضوع لا انه محاوله للنيل والحاق الاذى، مثل اللي انه اضعف الايمان انه انت اذا منك حاقد على المقاومه يعني بتتعاطف انه بعد اغتيال السيد حسن، بعد الضربات اللي لحقت بالجنوب بالبقاع، هؤلاء اولاد بلدك واهلك، واذا انت مش لبناني هؤلاء اخوتك بالعروبه، اخوتك بالاسلام، اخوتك بالانسانيه، كيف ما است مظلوميه يعني، فبتتعاطف وبتقول ان شاء الله يعني هالشباب اللي بالجنوب يقدروا يوافقوا على اجرامهم، لا في عمليه تدمير لنفسيه الناس، انه خلص لا بجنوبه ولا بغير جنوبه، وهي ناس يعني لا تستحق ان تعاملهم كبشر، هو اللي هيك. لذلك اللي صار انه طيب الاختبار شو هو؟ مش بالحكي، لا توجعني ببلاش، يعني بالفعل بالفعل نحن عم نقرا افعال، يعني نحن كلامنا له طعمه له قيمه، ليش؟ لانه عم يقرا افعال، عم يجي يقول الذي جرى في الجنوب الان يحسم نقاش، بعد في لزوم لنقاش، يعني نحن بعد في لزوم لنجيب تحليلات لنثبت انه المقاومه اثبتت انها امتصت الصدمه وواقفه على قدميها وعند حسن ظن سماحه السيد، وكما اعدها كما هيأها كما امل فيها وبنى طموحاته واحلامه واحلامنا واماله وامالنا على قوتها، هي تثبت هذه القوه. طيب وايران تثبت هذا الحضور، مش هيك؟ طيب هلا ما عاد في للنقاش انه وين ايران؟
ولا في للنقاش شو صار بحزب الله وشو راح يطلع من حزب الله وبيقدر بجنوب يوقف على اجريه، وفي لاسرائيل ليكو جاي لاسرائيل، ما جمعت لكم 6 فرق شو بده يطلع منكم؟ ما خلص انهارت الناس وتفرطعت الناس وما بقى فيها حيل ودمروا الصواريخ ومش هيك، وراحت خطوط الامداد ولا في سيطره ولا في ضبط ولا في قياده، كله خلص هذا الحكي. هذا الحكي بتمسكوه هيك حطوه سلة زبالة. الذي جرى في الرد الإيراني، قال أين هي إيران وما تستطيعه إيران، وحجم توازن القوة بين إسرائيل وأمريكا بظهرها وإيران، لأنه الآن الحكي كله اعتراف، امبارح اعترفوا الإسرائيليين أنه قواعدهم الجوية تضررت، وبس يقول الإسرائيلي تضررت يعني تدمرت. إذا بدنا ناخذ بمعرفتنا بحجم الكذب الإسرائيلي، وأنا بقول ليش؟ لأنه عم يشتلقوا المستوطنين انه الطائرات ما عم تطلع من القواعد، الجيران تاعت ما عم يطلع منها طيران، طيران عم يطلع من برات الاراضي الفلسطينيه، عم يتدخر برا وعم يجي من برا وعم بيطير من برا، وفي طيران مروحي عم يطلع داخل الاراضي الفلسطينيه المحتله. الناس عم تسال انه شو القصه شو الحكايه، في مدرج واحد شغال مدرج عسكري حد مطار بن غوريون، اما في القواعد تخبز بالفراعه، ما بقى في قواعد عسكرية إسرائيلية جوية. طيب اضطروا يقوموا تضررت، بس بناها التحتية الحمد لله بخير، يعني اللي تحت الأرض إنه محل ما فيها ذخائر، والعلم عند الله، يمكن كله طار كله نسف ما بقي منه شيء. سوريا بألف خير، يعني عم يسألني أحدهم في معارك بالشمال وعلى الساحل، ويعني في الشمال الساحلي والشمال الغربي، بس سوريا بخير، ما تخافوا ما تخافوا على سوريا، أدوا حدود سوريا. ما هني كل القصة إنه بدهم يشغلوا سوريا بجبهة، إنه ليش سوريا ما بتجي، ليش سوريا كذا، على أمل ينقضوا عليها. سوريا هي القوى المقاومة متفاهمين إنه تقوم سوريا بحملها بوجه الجماعات التخريبية التابعة للأمريكيين، وهي يعني تؤدي أكبر مهمة لحماية ظهر محور المقاومة وتأمين خطوط إمداده وتأمين عمقه الاستراتيجي. وبالتالي نحن في هذا الوضع، إذا لا نقاش الآن حول أمرين بالنسبة لإيران، الإرادة والقدرة، الإرادة والقدرة. بتضلوا تذكروني شو قلت، الحرب إرادة وقدرة. بدك تخلي الصواريخ توقف على الشمال الفلسطيني، كيف؟ يا بتعطل الإرادة يا بتعطل القدرة. بتعطل الإرادة أنه حزب الله يقبل، بتعطل القدرة أنه ما يقدر، يكون ناوي يكمل بس ما بقى فيه. طيب الآن إيران أظهرت إرادة وأظهرت قدرة، شايف؟ طيب المقاومة أظهرت إرادة وأظهرت قدرة، تفضل فرجينا هلأ كيف بدك تحل هول المشكلتين يا بايدن. قبل نتنياهو، نتنياهو موظف، بايدن أمريكا، كيف بدك تحل هول المشكلتين هلأ؟ إذا بلعتوا الضربة الإيرانية، يعني كل اللي عملتوه بهالشهرين من محاولة لإعادة بناء صورة الردع، باي باي يا حلوين، شايف؟ وإذا رحتوا رديتوا على إيران، تعال نناقش شو بدك ترد على إيران. إذا رديت على مواقع عسكرية بكل شيء هي رح تطلع فوقك درجة. أوكي؟ يعني رحت على مواقع عسكرية رح تمسح لك البنية العسكرية وتزد لك عليها شيء مدني، يعني شيء خدماتي بالبنى التحتية، الكهرباء، الاتصالات، شيء من هذا القبيل. بتروح على الملف النووي بدها تمسحك كلك. أولا المنشآت النووية محصنة، بس تظهر النية بأنك تريد استهداف المنشآت النووية، هي إعلان حرب، إعلان حرب جايك ساعتها 1000 صاروخ بدل 200، والألف صاروخ على كل إسرائيل، يعني على كل منشآتها اللي فوق الأرض تحملوا احملوا. بتروح على منشآت النفط والغاز الإيرانية، لا ساعتها كهرباء وقطارات ومطارات ومنصات غاز ومنصات نفط وأمونيا وديمونا، تحمل حمول. لذلك الأمريكي عم بيقول له تماثل. شو يعني تماثل؟ انه ضرب قواعد جوية، إيران أصلا بالكاد عندها سلاح جو، انه عندها طيران حربي ومشي حالها فيه، بس انه لا تعتد إيران بسلاح الجو عندها، يعني فانه ضرب قواعد جوية. بدها ترد إيران، شو ما ضربت بدها ترد. وبالتالي فت بمحل ما في له سقف، شايف؟ يعني انت قدام، نحن كنا عم نحكي على 3 عقد
أو ثلاث جبهات فيها عقاد، لأنه كل جبهة فيها عائلتين مستعصية لا تحل بالقوة، بس هي عقد تكتيكية، لكن هذا بعد استراتيجي لأنه ما بتنحل بالقوة، فهي مكملة وما في إمكانية للسيطرة عليها، فبتصير ذات قيمة استراتيجية. أسرى وقضاء على المقاومة بغزة، عقدتين مش هيك؟ ما قادرت تحلهم، وهو بحلهم السيطرة الكاملة على غزة. طيب ما قدرت، فهو عقدتين مستعصيتين لا حل لهما بالقوة. بالبحر الأحمر تحدي الهيبة الأمريكية والردع الأمريكي ومنع العبور في البحر الأحمر، بحلهم كسر الإرادة اليمنية أو كسر القدرة اليمنية. طيب لا قدرت على هاي ولا قدرت على هاي، القوة لا تنفع. بلبنان الربط مع غزة إنه ما في فصل عن الجبهة مع غزة، وتهجير المستوطنين، وهور اثنين عنوانهم وقف الصواريخ التي تذهب إلى الشمال، وهي يا بتعطل الإرادة يا بتعطل القدرة. طيب كان عندك هالمعضلات التكتيكية التي لا حل لها بالقوة، فأصبحت ذات قيمة استراتيجية. هلأ عندك معضلتين استراتيجيتين بذاتهما، مش تكتيكيتين بصيروا استراتيجيات لأنك ما قدرت تحلهم أبداً. معضلة استراتيجية اسمك انه انت مأبوج ايران، ما في مفر، المواجهة مع ايران خلص ما عاد فيك تطلع منها، شو بدك تعمل؟ اذا انسحبت هزمت، واذا اكملت دمرت، شو بتختار؟ واذا الامريكي فات سلموا على القواعد الامريكية في المنطقة، وايران ما عم تمزح، ايران لاخذت قرار الرد، وهي صادقة فيما قالته، قاله الرئيس بزكشيان صحيح 100%، الناس اتاخذت بولدنات اولا بعض المحسوبين حد المقاومه اللي صاروا يتفزلكوا على ايران وعلى الرئيس الايراني وانه صفقه ايرانيه ومدري شو وهذا، وعلى البراغيث والذباب الالكتروني. هلا وبالتالي الوضعيه التي فرضها المشهد واضحه، يعني انه ايران عطت وقت، ونحن حكينا عن هالموضوع انه في اتفاق مشان غزه وحرام وكذا، وانه معطونا شويه وقت بس، ما انتم مش همكم، ما بقي حدا. طيب عطت وقت ايران، وجماعه الحل اللي كانوا عم يحكوا بالمفاوضات وبالاتفاق انه والله ما ماشي الحال، القطري والمصري، القطري يعني لايران انه خلص سكرت ما في. طيب بداوا على لبنان، واذ عملوا المسعى البيان الامريكي الفرنسي وقف اطلاق نار لثلاث اسابيع خلاله مفاوضات من اجل تطبيق ال 17/01 للبنان وال 27/35 لغزه. طيب طار باغتيال سماحه السيد طار. طيب اذا ايران صارت قدام وضع انه ما في جدوى من اعطاء الفرص، وانه هذا الاسرائيلي ما في امكانيه معه الا بالقوه. طبعا هلا البعض بده يحاول يعني بنية حسنة بنية سيئة، لو عملوا هيك من الأول الإيرانيين، لو المقاومة مارست الردع بصورة مبكرة من يوم اغتيال الشيخ صالح العروري. يا إخوان يا أعزائي يا أحبائي، أولا القرارات اللي أخذها سماحة السيد أنا بالنسبة لي ليست موضوع مراجعة بصراحة بصراحة، لأنه أثق بعقله وحكمته وحجم المعطيات التي بين يديه وشجاعته وفروسيته. انا شخصيا ما، بس اذا حدا بحب اني اقول له ليش تحليلي ليش، انتم عم تنسوا باي مناخ تم ذلك، اي لبنان كان انذاك؟ ما بدك تحمي ظهرك بعمقك اللبناني؟ شو حدود المشروعيه اللي كانت مع المقاومه لتقوم بردود قاسيه وهي الجبهه نفسها موضوع نقاش؟ مبدا فتح جبهه الاسناد موضوع نقاش، مش معك الشعب اللبناني. الصوت عم مش ظابط، ما بعتقد الصوت، لا ممتاز الصوت، اللي عنده مشكلة صوت بعتقد بيكون عنده النت، بس عندي أنا الصوت ممتاز يعني مثل كل مرة طبعا يعني، بس إنه عم بحكي جربت التست عليه ممتاز. أعطونا إشارة يا شباب على الصوت، صوت ممتاز نعم، شكرا جزيلا للذين أعطونا الإشارة. الصورة كيف جاي داخلكم؟ نت مساعدنا إن شاء الله. بس عم بتفقدوا، إيه كويس الحمد لله.
وبالتالي لا كله تمام، رضاكم ممتاز كمان. المهم انه تكونوا مش مزعجه، لانه الصوره لما بتكون مشوشه كثير والصوت ماذا يعني، انا بقلق عليكم وبقول انه عم عذبكم وبسجل وانشر احسن، بس اللايف غير يعني. هيك شايف اسامي قدامي وكتابات وتعليقات وبقرا بعضها وما بقدر اقرا بعضها، يعني حيويه اللقاء والرفقه المؤنسه. ونحن هلا بوضعيه ما عدنا تحت ضغط ابتزاز التافهين، هلا نحن ما نحكي سوا، يعني المسرح إلنا، الساحة إلنا، فبدنا ناخذ حريتنا وريحتنا سوا ونحكي لبعض، لأنه خلص هونيك انتهى. في حدا منهم هلا يعني قادر يطل براسه؟ شايفين حدا رافع راسه منه؟ ولا حدا. نحن قدام معادلة الآن، شو ما اختار الأمريكي والإسرائيلي في مسألة إيران، لا مفر أمامه من المواجهة مع إيران، وإذا هرب من المواجهة انتهت المسألة. الردع أعيد، صورة الردع أعيد حجم إسرائيل إلى ما كانت عليه يعني قبل كل هذه العربدة خلال هذين الشهرين، وهذا بيعني تسليم أمريكي إسرائيلي بالهزيمة، بأن معركتهم مع محور المقاومة، وإيران هي قلب محور المقاومة، بالتالي ما فيهم يتراجعوا. عظيم، بدهم يكملوا مع المقاومة. شو بدهم يعملوا مع المقاومة؟ هذا البر اللي انتكى بده يعمل بر وبده يبر وبده يفر وبده هذا نتنياهو، شو صار فيه هلا؟ شو بده يعمل؟ كيف بده يحل مشكلة البر؟ هو أصلا خليني أخذكم على شيء، في مفكر يعني عسكري معروف تاريخيا اسمه كارل فون كلاوزبيتس، معروف باسم عيلته كلاوزبيتس، بينقال ابو الحرب، ابو نظريه الحرب. له نص كلاوزبيتس بيقول فيه انه تحسم الحرب عندما تطأ اقدام الجنود الارض. هذا الاهبل رامسفيلد اللي عمل بالزمان وزير دفاع امريكي جاب له معطيات، وهذا التطور التكنولوجي دائما الامريكي كان مسكون بعد فيتنام، عشان نعرف اساس القصه، بتطوير آليات للفوز بالحرب بأقل خسائر بشرية. فطلع معهم أن التطوير الذي تم بدقة الإصابة من الجو، ما عاد القصف الجوي مثل ما كان بالحرب العالمية الثانية، وبلش في شيء اسمه القنابل الذكية، وبلش في شيء اسمه هذا، أنه بنقدر ندمر العدو بدون ما ننزل على الأرض. وبدأ الحديث عن نظرية عسكرية كتبت عنها دراسات ومقالات اسمها الحرب بخسائر صفر. وطلع رامسفيلد حولها وقال انا خلص بدي اشبه لكلاوزفيتس من كتب الدراسات الحربيه هيك بكل وقاحه يعني، وانه هو الفيلسوف الجديد للحرب، وانه الحرب الان لا تحتاج ان تطأ اقدام جنود الارض، فهي نظريه تحسم الحرب عندما تطأ اقدام جنود الارض، خلصنا منها، ما عاد بحاجه حتى جنود ينزلوا على الارض، نربح الحرب دون هذا. كانت حرب يوغوسلافيا اللي خاضتها القوات المتعددة الجنسيات بقيادة أمريكية انبنت على هالفرضية وحسمت فعلا بدون أن يتم الغزو البري، وبالتالي كبرت الخس كثير براس الأمريكان والغرب وإسرائيل، وبنيت نظرية حرب العراق وحرب أفغانستان على هالفرضية، أنه أنت الجيش بس بفوت بجزر يعني بالعاصمة، وإلى حد كبير حرب العراق وحرب أفغانستان كانت هيك في أيامها الأولى قبل أن يغرق الجيش الأمريكي في مستنقعات الوحول وتقتله المقاومة وتقاتله المقاومة. حرب تموز 2006 بنت على هالنظرية. أول مرة بتاريخ إسرائيل بيجيبوا قائد سلاح جو رئيس أركان، دائما كان رئيس الأركان بيجي من المدرعات، بيجي من المشاة، بيجي من هذا، ما بيجي من الجو، فجابوا قائد سلاح جو لانه خلص اعتبروا انه هلا سلاح الجو هو اللي بده يحسم المعركه، واضطروا من اليوم 24 25 يبلشوا يناقشوا انه ما في فايده من الجو، لابد من الدخول البري، وبالتالي اضطروا انه يروحوا على الدخول البري. طيب، وبالدخول البري بعتقد نت الصوره المش واضحه يعني من عندي ومن عندكم، مشكله نت بيتحسن يعني، يا بيتحسن عندي النت يا بيتحسن عندكم النت، يا اثنين سوا. فإذا الرهان على حرب بدون أن تطأ أقدام الجنود الأرض
هو حلم أمريكي دائم. فشلت الرهانات على سلاح الجو. حدث في القرن ال21 مع تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي ثم الذكاء الصناعي، تحول خطير جدا اللي شفناه في المعركة مع حزب الله. تفخيخ وسائل الاتصالات، انه انت في امكانيه انك زدت بين ايدين عدوك اجهزه الكترونيه، لكن لا يمكن ضبطها، لانه هي مش قصه تفخيخ، هي قصه انه متفجرات لا يمكن التقاطها في اجهزه الفحص. انه 20 جرام بقلب البطاريه تبع البيجر وبتحطها على اجهزه لا زايد وزنه لا باجهزه الفحص، في اشاره الى وجود ماده متفجره، وبالتالي بيمرق بطاريات أجهزة الاتصال اللاسلكي نفس الأمر، فبالتالي إنتاج مواد متفجرة. إنه التطور التقني يعني غير قابلة للكشف هي المفتاح، ثم تتبع وتعقب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للأبناء للأقارب للأصدقاء للمعارف لهذا، تجميع داتا، وصار في برامج معالجات سريعة جدا قادر تاخذ 1000 اسم دفعة واحدة، سيرفرات مساحة ضيقة لكن سعة ضخمة ففيها تتسع لكل هالعمليات، بلابتوب بس شوي سميك تيربو يعني، وبالتالي هذا ممكن انك تعالج فيه ملف مثل ملف حزب الله كله، يعني تحط 4 5 آلاف اسم ويكون مبينين عندك يعني كل واحد نقطة انه بتفتح على ملفه مين المجموعة اللي عم بتتابعها من خلاله، ال100 اسم المرافقين له، اولاده اخواته امه بيه اولاد عمه اولاد خالته رفقاته اصدقائه رفاقه بالحزب المسؤولين المناظرين المعاونين اللي هذا كلهم ببين معك، وارقام تليفوناتهم مين مضوي مين مش مضوي وين وباي منطقه مين اجتمع بمين ومين. فبالتالي هذا التتبع المرعب يعني في مستوى التقدم دخل عليه الذكاء الصناعي اللي صرت انت ما مضطر تشوف كل هون، كل هذه المتابعة منك مضطر تشوفها، صار هو الذكاء الصناعي يعطيك استخلاصات، بيقول لك بناء على تحليل على مدى 10 سنين كان عم ينعمل عم تتبع هذه العمليات، بيجي بناء على طلع معه انه لما الام والبي والاخوه والاولاد مجموعين انت 100% موجود معهم، فاذا بيجي بيعطيك جواب بيقول لك 100% فلان بالمكان الفلاني، تطلع طائرة مسيرة بتضرب. بيقول لك 90% لا والله يعني اذا الام والبي والاخوه والاولاد بدون الاصدقاء 90%، اذا مع الاصدقاء 100%، اذا انحطت الاجهزه كلها بسله واحده في البيت بيقول لك اجى على البيت فهو في المكان الفلاني 80% 70% الى اخره. صار وبالتالي ما هلا الذكاء الصناعي شو صار؟ صار مش بيحلل وبيعطيك نتيجه، لا هو اذا رجعت لتقول له ليه بعت مسيره؟ بيقول لك لانه كان 80% موجود، هو يامر المسيره وبيبعتها، يعني عمل اوتوماتيكي كامل. هذا شيء خطير وكبير، وهذا واضح انه المقاومه فوجئت فيه، ومش عيب انه المقاومه تقول انها كانت مقدره انه في نعم تطور بالمتابعه بالتعقب بالرصد دخلوا البصمة الصوتية مع بصمة العين مع البصمة الحرارية مع كل شيء ممكن أن يشكل عناصر، وعطوا الذكاء الصناعي تقدير موقف وإمرة للمسيرات وللمتابعات وسواها. هذا تحول، بس هذا راهنوا عليه أنه هذا بيعمل حرب خسائر صفر أو بيحسم الحرب دون أن تطأ أقدام الجنود الأرض. هم مراهنين بجبهة الجنوب كان أن يحدث الشيء الذي توقعوا أن يحدث ب 2006، أنه ضربنا كسرنا عملنا ما خلينا هلأ بفوت الجيش بلم، لقوا أنه فات الجيش لقى في ناس ناطرينه لقى في ناس قباله، وبالتالي في هذه المعركة في هذه المنازلة شو 20 دقيقة بكفي ما فهمت مين اللي مزعوج من هذا، بس يخلص فيه يمشي مش هيك؟ هلا يعني بس يكون مشغول الواحد ومش قادر يكمل فيه يعتذر، يعني ما حدا جبره يبقى معنا. فاذا اللي كان مراهن عليه انه بال 2006 يصير ما صار هذا التدمير، وهالمره اعتقد بانه
اللي عمله اكبر بكثير، وهو صحيح اكبر بكثير، اغتيال سماحة السيد لحاله قصة، ومعه الذي ترتب على الضربات التي لحقت بالجسم القيادي، ومعه القصف القاتل المجنون اللي أصاب الناس وبيوتها وأرزاقها، وبالتالي صرنا قدام وضعية فرضت على الإسرائيلي إنه يلا فوت برا. طيب، رأي عام جوا موهوم، أعطيته سقوف عالي، نحن القوة الجبارة، نحن الشرق الأوسط، نحن القصة، فطيب وبعض الصواريخ عم تنزل على راسنا والمهجرين عم بيزيدوا. طيب فوت برا، فوت برا، فوت برا، ما بقى في أخر. لين هو موهوم بأنه هالمرة راح تزبط معه الخسائر صفر، ولا لزوم لأن تطأ أقدام الجنود الأرض إلا لرفع العلم بس. فدخل. طيب هلا علق وما حدا سمع له. بالامرين علق وما حدا سمع له. مقاومه جسوره قادره حاضره قويه شجاعه وتملك زياده عن 2006. عدد المقاتلين 10 مرات اكثر، نوع السلاح 10 مرات احسن وعشر مرات اكثر، وفي معنويات، يعني معلش معنويات 2006 كانت بطوليه ورحم الله الشهداء الابطال، لكن الآن في انتقام لسماحة السيد، في غضب مشتعل، في طلب رضا حاضر، وبالتالي معنويات لا تتكرر، يعني هي ما راح تكون بحرب قادمة مع هذا الاقتدار البشري والمادي والتسليحي. وعدوا تفرجوا، عدوا تفرجوا، حرب على الهواء، دبابات، جنود، ضباط، أفخاخ، كمائن، عبوات، قصف بالهواويين، 60، 120، 80 صواريخ موجه على الخلفية، على بالكاتيوشا، على شتولة وعلى تفرج العاد، وكل ما قربت لا صاروخ الموجه. مقاومة الآن بكامل القدرة، بكامل الإمكانية، وبالتالي نحن قدام معادلة أن هذا الدخول البري فشل، وهذا الدخول البري أصبح عقدة ما في مفر منه، بده يكمل، وبالتالي شو بده يسوي؟ شو في يعمل؟ يعني شو هي الخيارات المتاحة أمامي؟ أنا برأيي أنه نحن قدام معادلة هالقضيتين لا فكاك منهما، وستحكمان مستقبل الحرب، ستحكمان مستقبل المواجهة، قضية المنازلة مع إيران وقضية الجبهة البرية. هلأ ورايح واوي بلع منجل، هذا هو الحال، وهذا الواوي بالع المنجل بدكم تنطروه، هذا لا تسمعوه عواه. على كل حال هاي الأيام مثل ما كان يقول سماحة السيد الله يرضى عنهم، انه الايام والليالي والميدان، وبيننا الايام والليالي والميدان. هلا هذه الحقيقه. هلا نذهب الى قراءه المقالات الاساسيه، نبدا بالمونشات. المقاومه تسطر اول ملاحمها في الحرب البريه بمئة اصابه من وحده ايجوز. مشاورات بايدن ونتنياهو تقرر نوع الرد على إيران، والرد على الرد أشد قسوة. عفيف من الضاحية، وعد السيد أننا سنعيد بناءها أجمل والمقاومة بألف خير. بينما كان الاجتماع الذي انعقد في مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري وضم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس السابق لحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط يخاطب الداخل اللبناني والخارج العربي والدولي بإطلاق دينامية سياسية تضمن تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة الحرب المفتوحة على لبنان، وتؤمن المناخ الوطني المطلوب للتعامل مع قضية النزوح من الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع إلى العديد من المناطق اللبنانية، وتسعى لتأمين مظلة عربية ودولية لمساندة لبنان
بوجه الاعتداءات الإسرائيلية على صعيدي الدعم الإغاثي والدعم السياسي عبر تأكيد التزام لبنان بالقرار 1701 وفق مبادرة الرئيسين الأمريكي والفرنسي التي وقعها عدد من قادة الدول الغربية والعربية، طبعا اللي بتنص على حل وفق القرارين 1701 و2735 اللي بخص غزة. كانت الغارات الإسرائيلية بهالوقت، ونحن مش ضد التحرك مشان يكون واضح، اللي عم يعمله الرئيس بري ممتاز، بيعملوا لنا وقف اطلاق النار. وقف اطلاق نار بده يمشي على اساس ما نريد، بيعملوا وقف اطلاق نار، ايه كله هذا بيمشي، وبالتالي طمأنة الداخل بانه بنعمل حل رئاسي، طمأنة الخارج بانه نحن رايحين على تطبيق ال 1701، بس شرفوا وقفوا الاسرائيلي. ما يوقفوا الاسرائيلي مضطر الى هزيمته عسكريا، ساعتها في ميزان قوى جديد بيخلق حكي سياسي جديد. اما اذا الان انتم بتوقفوه، يعني اذا المساعي الدوليه هي اللي بتوقف الاسرائيلي، هذا له مترتب وهي لن توقفه. لذلك هاي مناوره يعني مفيده وغير مضره وغير مؤذيه، والمقاومه عم تعمل شغله، وخلي الناس اللي عم تعمل مناورات سياسيه كمان تعمل شغله. اذا كانت الغارات الاسرائيليه تتواصل على الضاحيه الجنوبيه والجنوب والبقاع وتحصد المزيد من الشهداء والجرحى وتدمر المزيد من الابنيه وتهجر المزيد من السكان، بينما كانت المقاومه تتصدى بقوه لمحاولات التقدم البري لوحدات جيش الاحتلال وترسل صواريخها الى عمق الاستيطان داخل شمال فلسطين المحتله خصوصا. على المستوى الدولي والاقليمي كانت على السطح مشاورات تجري بين الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو حول طبيعة الرد الإسرائيلي على الضربة الإيرانية التي اعترف جيش الاحتلال أمس أنها أصابت بالأذى العديد من منشآته العسكرية وقواعده الجوية. وفيما قال بايدن أنه يطلب أن يلتزم الرد بالتماثل في استباق لكلام إسرائيلي عن احتمال استهداف المنشآت النووية الإيرانية، نقلت الصحف الأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين نفيا لنية استهداف المنشآت النووية والاستعداد للالتزام بالسقف الذي يضمن المساندة الأمريكية، لأنه بلا أمريكا إني ما فيهم. لكن إيران بلسان رئيسها وقادة المؤسسات الدستورية والعسكرية فيها قالت أنه إذا تم أي رد إسرائيلي واستهدف منشآتها العسكرية أو المدنية فإن الرد الإيراني أكيد وسوف يكون أشد قسوة. على الحدود الجنوبية كانت المقاومة تسطر أول ملاحم حربها البرية التي انتظرتها طويلا لتعيد التوازن إلى صورة القوة التي احتكرها جيش الاحتلال بضرباته الجوية والاغتيالات التي استهدفت قادة المقاومة وتوجت باغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وقد أظهرت المقاومة أنها كانت عند توقعات ناسها ومحبيها وآمالهم، فقد تكشف صباح أمس عن مواجهة نوعية في خراج بلدات العديسي ومارون الراس، وعن إصابة قرابة 100 من ضباط وجنود وحدة إيجوز المحترفة لحرب العصابات ونخبة النخبة في لواء جولاني بعدما حاولت التسلل إلى البلدتين، ووقعت في كمائن المقاومة التي أمطرتها بالرصاص والقذائف والصواريخ، واستهدفت قوات الإسناد التي حاولت إنقاذها من الكمين، وشوهدت الطوافات وهي تنقل المصابين القتلى والجرحى الذين اعترف جيش الاحتلال بثمان قتلى منهم ومثلهم من الجرحى بينهم خمس ضباط. وحملت أخبار ليلة أمس ما يفيد بتجدد محاولات التقدم البري وقيام المقاومة بالتصدي لها ونشوب مواجهات ضارية على خط الحدود الممتد من يارون قرب بنت جبيل حتى مدينة الخيام. في الضاحية نظم حزب الله جولة للإعلاميين برفقة مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب محمد عفيف، الذي تحدث للإعلاميين عن مواجهات الجنوب الحدودية وعن التدمير المنهجي الذي يقوم به جيش الاحتلال للضاحية الجنوبية، مؤكدا أن المقاومة سوف تفي بوعد السيد بأن يعاد بناء الضاحية أجمل، مطمئنا كل من يهتم لأمر المقاومة إلى أن المقاومة بألف خير. هلا راح نروح على النقاط على الحروف، ورجعنا إلى مقولة كلاوزفيس: تحسم الحرب عندما تطأ أقدام الجنود الأرض.
كانت المنطقة كلها وشعوبها وحركات المقاومة فيها تحتاج إلى هذه المنازلة التي جرت فجر أمس بين وحدات من المقاومة في جنوب لبنان وجيش الاحتلال على الحافة الأمامية للجبهة. بعد سلسلة الضربات المتلاحقة التي أصابت جسم المقاومة وبنيتها وبيئتها وقادتها وصولا إلى اغتيال قائدها الأعلى ورمزها السيد حسن نصر الله، ليش كنا بحاجة لمعرفة حدود الصدق في الرواية الإسرائيلية عن انهيار المقاومة ومقابلها الرواية التي قدمتها المقاومة بلسان نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن سلامة البنية القتالية للمقاومة وعن روحها المعنوية ومنظومة القيادة والسيطرة لديها؟ اختار جيش الاحتلال للمنازلة الأولى أفضل وحداته، وحدة إيجوز، لأن المهمة استطلاعية كما يقول، ليست استطلاعية كما يقول بعض المحللين العسكريين السطحيين جنرالات اسم الله، بل لأن الوحدة التي يشكل الاستطلاع إحدى مهامها. هذا بيقرأ أول سطر بتفوت على تعريف وحدة إيجوز، أول سطر أنه مهمتها استطلاع، أكمل طيب يعني ليش كسلان هالقد؟ التي يشكل الاستطلاع إحدى مهامها هي في الأصل وفي الجوهر وحدة المهمات الخاصة في لواء جولاني، أحد أهم ألوية النخبة في جيش الاحتلال، وقد ورد في تعريفها أنها وحدة إيجوز أو النواة، وحدة استطلاع، هني قروا هالكلمة، استخبارية خاصة من الوحدات الخاصة التابعة للواء جولاني، وهي وحدة المشاة المتخصصة في حرب العصابات. شو هي؟ وحدة المشاة المتخصصة في حرب العصابات وحرب العصابات المناهضة، وهي جزء من القيادة الشمالية للواء جولاني، وهي اختصار لمكافحة حرب العصابات والحرب الصغرى، اللي هن توصيف حزب الله. انه شو هو توصيف حزب الله؟ حرب صغرى او حرب عصابات. حرب صغرى يعني مش جيش نظامي عنده طيران وعنده دبابات، بيعمل حرب صغرى وحرب عصابات، فهي اختصار لمكافحة حرب العصابات والحرب الصغرى. وحدة إيجوز هي مكافئ حزب الله في بنية الجيش الإسرائيلي من خلال كونها كتيبة مميزة، يعني أربع سرايا في لواء جولاني، فأناقوا بها المهمة لهذا السبب. في تاريخ الحرب بين المقاومة وجيش الاحتلال دائما كانت إيجوز شريكا رئيسيا في المنازلات الكبرى، فكلما كان يريد جيش الاحتلال الاطمئنان أنه أرسل أفضل وحداته المتخصصة بحرب العصابات والحرب الصغرى كان يرسل إيجوز. ولعل العودة إلى يوميات حرب تموز 2006 عندما أيقن جيش الاحتلال بحتمية الذهاب إلى الحرب البرية تكشف لنا أنه فعل الشيء نفسه، فكلف وحدة إيجوز وين؟ بمهمات القتال على أبواب بنت جبيل ومارون الراس والعديسي، ومثل ما حدد الجبهة ذاتها هذه المرة واختار القوة ذاتها أيضا حصد النتيجة ذاتها في النهاية. هذه المرة كان عديد المقاومة أضعاف ما كان عليه في حرب تموز، ولقيته على الحافة ما نطرته يفوت، وكانت أسلحتها وتكتيكاتها أكثر تطورا وكفاءة ومدى، لكن معنوياتها أيضا كانت مثل معنويات المقاومين الذين قاتلوا يومها، مضافة إليها الرغبة الجامحة بالانتقام لدماء سيد المقاومة الشهيد. ويشكل مجرد اختيار خط الجبهة من مارون الراس إلى عديسة وتكليف إيجوز بالمهمة إشارة كافية للمقاومة عن حجم الخوف والرعب والذعر داخل كيان، داخل قيادة جيش الاحتلال والقيادة السياسية. ليش؟ لأن الجبهة مين منقيها مش على اعتبارات تكتيكية، منقيها على اعتبار أنه هاي الجبهة إذا زمطت فيها بوصل على الخردلي، يعني أقرب مسافة 2 3 كيلومتر بصير على الليطاني وبقول وصلنا على الليطاني، وبالتالي هاي الخلفية ليه السبب نقى الجبهة. ولما بتنقي أفضل ما عندك لتبعته على مهمة فأنت هالقد خيفان وهالقد مرعوب مما ينتظرك. قيادة المقاومة التي كانت تضع في حسابها هذا الاحتمال مع بدء الحديث عن عملية برية وقناعتها باستحالة الاكتفاء بالضربات الجوية بينما صواريخ المقاومة تتساقط على المستوطنات وعلى مواقع جيش الاحتلال في شمال فلسطين المحتلة استعدت للمنازلة.
لكنها لم تكن بحاجة لاستدعاء قوات الرضوان، وهي تعلم أن الحشد الموجود في شمال فلسطين يضم 6 فرق هي أهمها في جيش الاحتلال، تتقدمها على الحافة الأمامية 6 ألوية هي الأهم بين الفرق المحتشدة، وبينها لواء جولاني ولواء مظليين واللواء 7 مدرعات. هذا يعني حشد 70,000 ضابط وجندي، منهم 15,000 على الخط الأمامي، وتكليف وحدة من 600 ضابط وجندي بإحداث الاختراق الأول، سقط منهم قرابة 100 بين قتيل وجريح. هذا يؤكد أننا أمام مهمة حرب لا استطلاع، وبعد هذا الارتطام الأول ترتسم صورة المواجهات المقبلة، وقيادة كيان الاحتلال وجيش الاحتلال لا تستطيع التراجع عن الحرب البرية، لكن في المرات المقبلة سوف يأتي ضباط وجنود جيش الاحتلال وهم مصابون بمتلازمة 2006 التي كانوا يأملون بأن الجيش تعافى منها، وثبت أنها لا تزال هي القدر الذي ينتظر هذا الجيش في كل مواجهة مع المقاومة، بينما سوف يظهر المقاومون بأسا أشد من بأسهم في حرب 2006، وهم أكثر عددا وعدة ومعنوياتهم مشفوعة بغضب الانتقام. خيار التراجع ليس متاحا أمام جيش الاحتلال، وقدره أن يخوض هذه المواجهة حتى النهاية، والمقاومة جاءتها الفرصة التاريخية الذهبية لإعادة التوازن الذي بدأ أنه يصاب بالاختلال مع الهيمنة الجوية والتكنولوجية لمخابرات الاحتلال وجيشه، ومن خلفه الدعم الأمريكي المفتوح. وقد أصيب الطرفان الأمريكي والإسرائيلي بلوثة دونالد رامسفيلد التي أدت إلى ظهور شعوذة الحديث عن حرب بخسائر صفر تحسم من الجو، استنادا إلى درجة التطور التقني للطائرات الحربية الأمريكية في مطلع التسعينات، بما جعل رامسفيلد يقول إنه أنهى زمن مفكر الحرب الأول كارل فون فرانز كلاوزفيتس صاحب مقولة تحسم الحرب عندما تطأ أقدام الجنود الأرض، وأنه سوف يحسم حروبا رامسفيلد يعني دون أن تطأ أقدام الجنود الأرض. وأغرت يوغوسلافيا العقل الأمريكي بهذه النظرية، حتى أن جيش الاحتلال اختار دان حلوتس كرئيس للأركان وهو قائد سلاح الجو، وكان ذلك يحدث للمرة الأولى لأنه معتبرين خلص بالجو نحسمها. وأصيبت هذه النظرية بفشل ذريع في حرب تموز 2006، وما أجبر جيش الاحتلال على العملية البرية التي فازت بها المقاومة وحققت عبرها نصرها التاريخي. لكن هذه المرة جاءت الثورة التكنولوجية المعلوماتية لتطبيقات التعقب والذكاء الصناعي والتعامل مع الداتا المكثفة لآلاف الأشخاص خلال ثوان قليلة، لتحل مكان نظرية الحرب الجوية وتصنع وهما بديلا هو الفوز بالحرب عبر قطع الرؤوس والرهان على أن ذلك سيتكفل بتحقيق النصر. لكن ذلك لم يحدث، وكان لا بد من الحرب البرية. ثم جاءت هذه النتيجة الأولى للحرب البرية، وقد رأيناها كافية للقول إن كلاوزفيتس ينتصر مجددا، وإن الحرب تحسم فقط عندما تطأ أقدام الجنود الأرض، وأن هناك مقاومة تعهدت بقطع أقدام الذين يحاولون الدخول إلى أرضها لأنهم يعتبرون أرضهم مقدسة. خلصنا نقاط على الحروف ونذهب إلى التعليق السياسي. طبعا التعليق السياسي اليوم عم ناقش فيه فكرة رائجة اللي هي تفسير يعني أعرج للقرار 1701، بس يقول لك 1701 يقول لك هزيمة لحزب الله وإنه بده يسلم سلاحه وبده يطلع ورا الليطاني. تعالوا نشوف ماذا يعني تطبيق ال 1701. يكرر الكثيرون الحديث عن تطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بعد مفاوضات قاسية رافقت حرب تموز 2006 وانتهت بصدور قرار، بيحاولوا الحديث عن تطبيقه وفقا لتفسيرات استنسابية لا علاقة لها بالأصول والقواعد المتبعة في مثل هذه الحالة. شو هي الأصول والقواعد؟ كل القوانين والمعاهدات تمثل نصوصا مختصرة قابلة للتأويل، ولا يمكن فهمها إلا بالعودة إلى محاضر المناقشات التي رافقت إعدادها والتفاوض حولها قبل أن تبصر النور، وهذا ما يسمى في القوانين البحث عن نية المشرع أو المشترع، وهو شرط دستوري في تفسير القوانين
يعرفه كل أساتذة القانون الدستوري، يعني بيطلع قانون عن مجلس نواب بأمريكا، بلبنان، بفرنسا، وين ما كان. القانون الدستوري لما بيطلبوا منه تفسير القانون، يعني المجلس الدستوري، شو بيعمل؟ بيطلب محاضر النقاش اللي رافقت إصدار القانون للبحث عن شيء يسمى دستوريا، نية المشترع. ليه؟ لأنه بالنقاش بيبين هاي كانت معروضة، هاي الصيغة انشطبت، فإذا مش هذا التفسير. بيجي حدا عم بيحاول يجددها، بيطلع بيقول له لا، ما هي بالمحاضر كانت ناقشت القصة وجرى صرف النظر عنها. من يقرأ النص سوف يجد مثلا بنص 1701 في منصوص على القرار 1559، بيطلع واحد معه ايه شايفين 1701 بيدعي لنزع سلاح المقاومة. يا حبيبي هذا جرى إيراده بمقدمة ال 1701 أسوة بكل القرارات الصادرة حول لبنان عن مجلس الأمن من ال 425 ب 78. ليه؟ لأنه التفاوض اللي سبق صدور القرار 1701، إذا الأصل ال 1559 بما هو نزع سلاح الميليشيات، والمقصود كان نزع سلاح حزب الله وقت اللي صدر ال 1559، إذا هذا هو المقصود، طيب ما صار نقاش لصيغة نشر قوات متعددة الجنسيات وفق الفصل السابع، وبقينا 10 15 يوم عم نتناقش فيها والمقاومة رفضتها وطارت، حتى وصلت إسرائيل إلى لحظة ما عادت قادرة تكمل الحرب، فقالت يا أخي بقبل بالصيغة التي تم الاتفاق عليها. شو هي الصيغة اللي تم الاتفاق عليها؟ صار التداول بالمفاوضات قبل صدور القرار، بالأول سمعت يعني قوات متعددة الجنسيات مع فصل سابع، ما مشي الحال. اجوا يقولوا زيادة اليونيفيل وتوسيع صلاحياتها، إعطائها حق اقتحام المنازل، حق التفتيش عن الأسلحة، النزول إلى الوديان، الدخول إلى الكهوف والمغر إلى آخره. وين تجيها معلومات عن في سلاح للمقاومة، إن فلان عنده جراج، فلان عنده مستودع، فلان عنده ملجأ كبير تحت البيت إلى آخره. لكن رفضته المقاومة هذا النص، هذا النص رفض، وبقيت المقاومة تقاتل 4 5 أيام حتى الإسرائيلي انهار وإجا يقول يا أخي ماشي الحال بلاه. لو وصلنا إلى تفسير، شو بيقول؟ شيء واحد، لا ظهور مسلح للمقاومة جنوب الليطاني، جيش لبناني ويونيفل بيتولوا الأمن، واليونيفل في دعم الجيش اللبناني وليس أمامه، والمقاومة لا تظهر سلاحها، وإذا عملت ظهور مسلح بتكون خرقت ال 1701. بيطلع واحد مش عارف منين قرعت بيه بيقول لك الانسحاب إلى ما وراء الليطاني، هذا قرار هذا ال 1701. يا حبيبي جيب لي إياه هذا الانسحاب. هو بيقول إنه هاي، تعال نراجع كيف طلع الاتفاق، كيف طلع القرار. لو كان هذا هو المقصود كان نص عليه، لأنه كان بالنص، هذا كان بالنص انه تتولى قوات طوارئ دولية، حتى مش مساند الجيش اللبناني، قوات طوارئ بالاول هيك بعدين مع الجيش اللبناني، ما مش اثنين، ما قبلت المقاومة وبقيت تقاتل وكانت عمليات برية، والاسرائيلي ما بقى بيده الا القصف الجوي وجنوده عم يتلقحوا، فاضطر يقبل بالاخر بالشروط اللي وقفت عندها المقاومة، واللي هي بفوت الجيش بتكتر بتنزاد اليونيفيل، نعم، لكن المقاومة لا تلتزم بأكثر من عدم الظهور المسلح. وكان النقاش وقتها شو المقاومة تطلع؟ ما هو أولاد القرى كيف بدهم يطلعوا؟ والسلاح إنه يا أخي إذا شفتوا سلاح خذوه. عم بحكيكم حرفيا. تطبيق القرار 1701 وفق التفاهمات التي رافقت التفاوض الذي سبق ولادته لا يزعج حزب الله، أصلا ما زعجه والتزم فيه، لأنها لا تفرض عليه شروطا جديدة ولا علاقة لها بما يتداوله البعض من الأغبياء أو البسطاء عن انسحاب المقاومة وأسلحتها إلى ما وراء الليطاني، بل الامتناع عن الظهور المسلح في منطقة جنوب الليطاني. وحزب الله كان ولا يزال حتى هلأ بظل الحرب، طلع ونشوف مسلح بالشارع ما بتشوف. القرار 1701 يفرض على الاحتلال أيضا التزامات كثيرة لم يلتزم بها، مش على المقاومة، لذلك هو هربان منه، هو بده إضعاف المقاومة ليصير عنده مجال لإضافة هذه البنود إلى ال 1701 اللي ما قدر يعمله بال 2006. ليش لبنان بضل يقول بدنا تطبيق القرار؟ لأنه في انتهاكات جوية وفي انتهاكات بحرية وفي
نقاط لبنانية متحفظ عليها مش عم ينسحب منها، في جزء لبناني من بلدة الغجر اللي احتلوا بال2006، وفي أهم ما نص عليه القرار اللي هو بالحرف تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء مشاورات لتقديم صيغة لحل النزاع حول مزارع شبعة. ليش حل النزاع حول مزارع شبعة؟ لأنه الإسرائيلي ما بيقدر يقول هي له، لكن عم بيقول هي مش للبنان، هي سورية وهي خاضعة للقرار 242. طيب طالما مش إلك لازم يكون في صيغة لتنسحب منها. فإجا نص قال يكلف الأمين العام بإعداد تصور خلال 3 شهور، وإجا الأمين العام السابق بان كي مون وعمل استشارات وقدم مقترح اسمه تسليم مزارع شبعة وتلال كفر شوبة إلى قوات اليونيفيل. قبل لبنان وما قبل الاحتلال. من يريد أن يتضمن تطبيق القرار 1701 انسحاب المقاومة وسلاحها إلى شمال الليطاني يدعو إلى تطبيق نسخة من القرار أسقطها صمود المقاومة وبقيت تقاتل حتى أصيب الاحتلال بالفشل البري الكامل، وقبل بالنسخة الحالية المتفاهم ضمن على أنها تعني التزام المقاومة بالامتناع عن الظهور المسلح فقط. العودة إلى نسخة سابقة بدل النسخة الحالية بده ترجع تعمل ميزان قوى ما قدرت تعمله بال2006 لتفرض تلك النسخة التي سقطت، لأن ميزان القوى اللازم لفرضها ما توفر. فيكم اعملوا ميزان قوى لنحكي. هلأ نروح على الفقرة الأخيرة، خفايا وكواليس. خفايا، دعا بعض الذين عاصروا حرب تموز 2006 إلى تذكر وقائع المواجهات التي دارت في المواقع نفسها من العديسي إلى مارون الراس بين وحدات المقاومة وجيش الاحتلال، وقد كانت وحدة إيغوز هي نفسها التي حاولت التقدم في حرب تموز، وكما هزمت وخسرت خير ضباطنا وجنودنا يومها حدث بالأمس، مع فارق أن المقاومة تواجه بأسلحة وتكتيكات جديدة بخسائر أقل بكثير بمعنويات أعلى انتقاما لسيدها، بينما تدخل وحدة إيغوز مرتجفة الأقدام على خلفية ذكريات ما مضى والآن قد أصبحت وقائع الذكريات. كواليس، قال مصدر دبلوماسي غربي إن التردد الأمريكي حول الرد الإسرائيلي على إيران لا يعود إلى عدم الرغبة بل إلى دراسة متأنية للعواقب وحجم الرد الإيراني وطبيعته، وفي حال الرد الإسرائيلي وحدود القدرة على التصدي له في ضوء ما كشفته نوعية الصواريخ التي استخدمت في ضربة أول أمس والمصاعب التي واجهتها شبكات الدفاع الجوي الأمريكية والإسرائيلية في التعامل معها، وتبدو واشنطن مهتمة بمعرفة ما سوف يترتب على قواعدها في المنطقة إذا أظهرت شراكة مباشرة للرد الإسرائيلي. نصل هنا أحبائي وأعزائي إلى نهاية هذه الحلقة من بانوراما اليوم، و يعني نضطر نترككم الآن على أمل أننا سوف نلتقي بإذن الله غدا إن شاء الله. سلام القدسي لكم وعليكم، وإلى مزيد من الأخبار المفرحة والتي تثلج الصدور إن شاء الله غدا.